بنكمل من تكست افكتس مؤثرات الخط. اول زر عندي اللي هو التحكم بلون الخط الموجود بالإضافة للأوتلاين. أول شيء نو فيل يلي هو رح يعمله شفاف، سوليد فيل يلي هو لون معين أنا بقدر أني أختاره، هنحط الأحمر، هنحدد الجملة كاملة، جريدينت فيل يلي هو تدرج لوني، بقدر أنه أنا أختار كيف بدي اياه يكون، ممكن اني خلي التدرج من المنتصف، ممكن خلي من الزاويه اليسار، هي الاشكال بتوضح عندي كيف انا بقدر اني خلي التدرج. هون في عندي تدرجات جاهزه، نختار هي فرضا، نضغط اوكي، طبعا لازم نعمل زوم زياده. بامكانكم انه تجربوا انتو المؤثرات هي. طبعا من هون بقدر انه انا اتحكم بدرجة اللون. انا اذا مسكت المؤشر هذا ورفعته لفوق بحذف التدرج يلي صاير هون. من هون انا بضغط، طبعا احنا عم نتدرج من الابيض للاورنج مثلا، بدي انا اعطي لون جديد هون، بضغط ضغطة وبختار شو هو اللون يلي بدي يتدرج له. ممكن خليه يتدرج من الابيض للاورنج للازرق فرضا، ممكن اني اسحب الازرق لهون وارجع اضغط ضغطتين واختار شو هو اللون يلي بدي اياه يتدرج. ممكن اعمل تدرجات لاربع الوان للاخضر مثلا. من هون انا بقدر اتحكم بشفافية اللون، درجة اللون، شدة الاضاءة. طبعا كل المؤثرات هاي اي شيء بتغيروا فيها بيعطيكم تأثير جديد وحلو حسب انتو كيف بيناسبكم. التكست اوتلاين هو الخط المحيط بالنص يلي عندي. ممكن انا نجرب نعمل اسود مع انه عنا لون فاتح. نفس الشيء موضوع تدرج اللون، نفس الموضوع. سوليد لاين يلي هو لون واحد ما في تدرج، رح نختار الاسود. اوكي اوكي، هي الازرار كلها اللي كنا عم نشتغل عليها نحن بالقائمة هون موجودة عندي هون، ولكن من دون الخيارات المتقدمة. فإذا أنا من هون بس بقدر أني غير لون الخط فرضا، هنحدد اللون، بقدر أني استخدم لون ثابت. الزر اللي هو الهايلايت بقدر أني أنا أحدد وأضغط عليه بحيث أني أعطي خلفية للجملة اللي أنا حاليا محددة. ممكن استخدم عدة ألوان، وعلى اي لون انا بس بحرك الماوس بيعطيني استعراض كيف رح يكون عندي اذا انا استخدمت هذا اللون. الاصفر مثلا رح يكون بهالشكل هذا، الرمادي رح يكون بهالشكل هذا. كل هاي طرق لانه نحن نعدل ونغير بشكل الخطوط اللي عم نستعملها. كل مستند رح يكون فيه له احتياجاته الخاصة من نوع الخطوط، من لون الخطوط. كل ما سبق ذكره ما بينطبق على كل الخطوط، بالذات الخطوط العربية بتختلف بشكل كبير عن الخطوط الأجنبية. كل نوع خط له خياراته وله إمكانية جعله بولد. في خطوط مش ممكن انه نعملها بولد ولا ايتاليك، في خطوط نحن بنقدر ننزلها من مواقع من الانترنت. بالفقرة القادمة رح نشوف نحن كيف فينا نضيف مؤثرات جديدة للخطوط. تابعوا معنا، متمنى لكم كل الفائدة.